مجددا مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم واخر فقرات مساء الاثنين. في السنوات الاخيره بدت مظاهر الاختلاف على شوارع ولايه الخرطوم، بعيدا عن الاسباب التي ادت لكثير من التشوهات اللي احنا بنشوفها بشكل يومي وشكل مستمر على شوارع مختلفه من مدن الخرطوم الثلاث او مدن ولايه الخرطوم الثلاث. نهضه بحري او نهضه مدينه بحري هي مبادره انطلقت من ابناء بحري، وهي تهدف لحشد وجمع الجهود الشعبيه بالاضافه للجهات التنفيذيه لتغيير المظهر العام للمدينه وشكل الشوارع وعدد من الخدمات المقدمه للمواطن بشكل مباشر. سعداء ان نتحدث في هذا الموضوع مع الاستاذ حسن سيد سيدون، الامين العام لمبادره نهضه بحري. مساء الخير. عليكم السلام. حبيب استاذ حسن، وتحياتنا عبرك لكل اهلنا في بحري. المبادره انطلقت 200 وبديتوا من وين؟ المبادره انطلقت في فبراير من العام 2022، وكان في يعني مكتب سعاده العميد مأمون محمد مصطفى، انا بحييه من هنا، اللي هو كان مدير شرطه محليه بحري انذاك، وكان لهدف محدد، يعني اللي هو كان في اشكاليه في شارع الحوادث بتاع مستشفى بحري. يعني بيجي الخريف، الشارع ده بيكون الوصول للحوادث تحت التوليد، النساء والتوليد او الحوادث العامه صعب جدا. السنه اللي قبلها يعني حدثت عدد من الحوادث، وراجل كبير وقع اتكسر في مره قبل ما تصل، يعني جاء الطلق وكده قبل ما يوصلوها، برضه كانت في حاله بتاعت وضوء، يعني المساله كانت فيها نوع من يعني الخطوره على حياتها. فالاخوه في مستشفى بحري اللي هو المدير العام مستر محمد احمد السيد ومساعده الدكتور عباس عبد الكريم، يعني طرحوا على بعض الاخوان انه يا اخي دايرين نعيد تاهيل الشارع دي. وفي نفس الوقت برضه اخونا مأمون كان موجود على في رئاسه الشرطه، وقال احنا دايرين عبر الشرطه برضه نقدم حاجه مع المجتمع يا اخوان. وتواصلنا احنا حوالي 4 أو 5 اشخاص، وقعدنا في مكتب اخونا مأمون، وكانت البدايه. اتصلنا باخواننا في الطرق والجسور، قلنا اخواننا الشارع ده حاصل له كذا كذا، عندنا اخونا مدير هيئه الطرق والجسور هو برضه من ابناء بحري، وحقيقه انا شاكر له جدا، يعني جه هو وقال يا اخواننا انا الشارع ده يعتبروه التزام عندي، رغم انه هو ما داخل في الميزانيه، لكن انا بعيد سفلته بالكامل وبسلمه لكم، انتم عليكم باقي تكمله الاشياء الثانيه، الانترلوك والاناره والى اخره. وقد كان يعني حتى فدي كانت البدايه. بداية المبادرة في فبراير من العام 22. نعم. فهو اختزل لنا جزء كبير من الجهد بتاعنا، خلانا احنا بقينا متابعين معاه الشارع ودخلنا جوا المستشفى، لان المستشفى برضه كان محتاج. طيب نتكلم عن أنشطة المبادرة أستاذ حسن، يعني هل المبادرة مستهدفة فقط الشوارع ولا المجمعات الطبية، المستشفيات، مراكز الخدمة بالنسبة للمواطن؟ شنو الخدمات اللي ممكن تحسن منها وتقديمها بشكل أفضل للإنسان السوداني؟ هي المبادرة الغرض الأساسي منها حشد الجهد الشعبي والمجتمعي لمساعدة الجهاز التنفيذي في تقديم الخدمات. لأنه بنعتقد أنه الجهد التوعدية لا غنى عنه في أي مجتمع، حتى إن كانت الحكومات قادرة تقوم بدورها. يعني في بعض الدول الغربية بيكون العمل التوعي ده إلزام لبعض الفئات يعني العمرية. فالعمل التوعي لأنه فيه مرونة في أنه يقدر يساهم في تحسين الخدمات، الناس يعني بيميلوا ليه او بيكونوا ميالين لانه يعني يحشدوا الجهد الشعبي لمساعده الجهاز التنفيذي. أنا احنا طرقنا كل المجالات طرقنا، اشتغلنا في مستشفى بحري، اشتغلنا في مركز الكلى بتاع بحري، وده المركز ده كان يتوقف يمكن لقرابه 10 أشهر وتوقف عن العمل تماما. يعني المبادره دخلت المركز ده والان هو يعمل بصوره ممتازه جدا الحمد لله رب العالمين. دخلنا بعض المدارس، اشتغلنا في الشوارع، اشتغلنا شغل بتاع النظافه. يعني ما كل المجالات اللي هي بتخدم مواطن بحري وانسان بحري المبادره بتدخل فيها يعني بدون استثناء. الان احنا في مركز شباب بحري، شغالين في مركز شباب بحري، والمركز ده يعني انا بقدر اقول انه الحصل فيه يعني وقع على المركز ظلم كبير جدا. هو ابو المراكز او شيخ المراكز، اول مركز شباب في السودان. يعني لما تأسس المركز ده كان اسمه نهضة الصبيان، ما كان اسمه مركز شباب، وما كان في حاجة اسمها مركز شباب. يتعامل في الخمسينات من القرن الماضي. المركز ده الآن جوا ما فيه ولا طوبة قاعدة فوق خدها.
يعني الست تم ده. أنا والله بناشد كل المسؤولين الآن إنهم يلتفتوا للمركز ده، لأنه المركز ده يعني له دور رائد جدا كافي في خدمة شباب بحري. صحيح، من الجانب الثقافي وكذلك الاجتماعي. المركز ده خرج يعني محمود عبد العزيز، خرج صالح ابن البادية، وأعلام في مجال الغناء، وناس بيفتكروا لما يتكلموا عن مركز الشباب إنها هي بس يعني بس دورة إنها تخرج مطربين وكذا. لا، المراكز دي جواها في كمية من المناصب تتعدى 30 منشأ. مركز شباب بحري مثل السودان في ألعاب القوى، في الكرة الطائرة، في كرة السلة، في عدد كبير من المناشط. فيه كمية، فيه شعبة بتاعت مسرح رائدة الآن بيقودوا مبادرة بتاعت لا للمخدرات. يعني آخر منتدى ثقافي كان يوم 24 الماضي من الشهر، قدموا فيه في المنتدى دي دراما هاتفة جدا عن المخدرات ويعني آثار السالبة في المجتمع. عندهم فيلم برضو مصور وعرضوه في نفس المنتدى برضو عن الآثار السالبة في المجتمع. فالمركز هو عبارة عن يعني مجمع ثقافي متكامل، ثقافي اجتماعي رياضي نقول. فيه كمية من المناشط الرياضية. بكل أسف وقع عليه ظلم كبير، احنا يعني حزينين عليه جدا وعلى الحالة اللي وصل لها، وبنتمنى انه الآن شغالين فيه المبادرة كلها الآن مجتمع داخل المركز ده وشغال عشان تعيده لسيرته الأولى ويقوم بدوره الطبيعي في انه يعني يقود الشباب ويتصدى للظواهر السالبة ويعني يكون منارة في بحر ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. نحن بنتمنى لكم طبعا التوفيق، وخصوصا للمركز وإعادة سيرته الأولى وأدواره المجتمعية والثقافية والاجتماعية اللي هو من خلال المركز. نحن شفنا كثير من الإبداعات على مستوى المسرح، على مستوى الثقافة والفنون. الجانب المهم إنه في التوقيت ده المركز يعني أنتوا قدمتوا ندوة أو محاضرة تتعلق بالمخدرات. هنتحدث عن تفاعل الناس مع الندوة أو المبادرة دي والمحاضرة تحديدا، لكن بعد أن نذهب إلى الكنترول ومن ثم نعاود ونتواصل معكم مع الأستاذ حسن متابع. مشاهدينا، وتابعنا في المحطة عدد من المشاهد والصور لأنشطة مختلفة لمبادرة نهضة بحري. أستاذ حسن، تجاوب الناس أو استجابة مواطنين مدينة بحري مع المبادرة بالإضافة لشكل الاجتماعات والقرارات اللي ممكن تطلع من الاجتماعات والجهات اللي أنتم بتستهدفوها من تشجير وترميم وإصلاح عدد من المناطق، لأنه إحنا شفنا صور مختلفة في المحطة. الصور دي لعدد من الشارع اللي اشتغلتها المبادرة. يعني في صور من مركز شباب بحري، في صور لمركز بحري لغسيل الكلى، في صور من مستشفى بحري، في صور في الشارع. يعني عدد في يوم ترفيهي عملناه كان لأعضاء المبادرة. في صور من ختان جماعي يتعمل في منطقة الحمد 13. أيوه. يعني المبادرة بحكم أنها هي نحن مبادرة مجتمعية فشغالة برضو في الجانب الاجتماعي، يعني اللي هو الزيارات لأعضاء المبادرة، الزيارات الأسرية، الأيام الترفيهية، الختان اللي تم مثلا في منطقة الحامدة. اجتماعاتنا كان بتتم يعني جزء في مستشفى بحري، جزء في المركز، برضو في مع أخواننا في الشرطة. أضف إلى ذلك يعني في بعض يعني بعض الاجتماعات كان بعض الأخوان بيستضيفوها عندهم يعني في منازلهم، عندهم يعني ساحات يعني في ومدى قبوله للمبادرة. طبعا ده سؤال مهم. أنا أقول يعني بحري بطبعها يعني مجتمع متماسك ومجتمع يعني قريب من بعض، يعني هي مدينة لكن بأخلاق ريف، ومعظم ناس بيتعارفوا يعني، وأي زول يعني بتلقاه بيعرف في الحي ده 2 3 5 10 يعني، وده بيعرف يعني وهكذا. فالاستجابة كانت سريعة، ويعني قبول الناس المبادرة كان فوق ما نحن نتخيل يعني. أنا بحيي كل أهل البحري صراحة، لأنهم كلهم دون استثناء يعني ما شارك بجهده شارك بماله، ما شارك بماله شارك بفكره. ونحن نقول لسه على مشوار طويل، وبحري بتستحق إنه الناس يدوه أكثر. طبعا بتستحق. الجانب ده تحديدا بنجد فيه استاذ حسن انه يعني انت اليوم ممكن تكون بادرت او معك 4 5 انفار اخرين، فبنجد انه في ناس استجابوا للمبادره دي ومشوا معاكم في اتجاه العمل الجماعي. لياتوا درجه ممكن المبادره دي تخلي الناس مترابطين زياده على الترابط الموجود، واكتشفتوا شنو
من خلال يعني العلاقه الحميميه اللي جمعت بيناتكم، الاكتشافات على مستوى يعني كبار السن مع الشباب تحديدا، الروح الجوا. اول حاجه يعني بتخليك تكتشف جمال روح الانسان البحر ومدى استعداده للعطاء. الناس اللي بده بدون حدود. انه انا متفائل في المحبه، متفائل يعني ناس متفاعله مع الحاجه دي بصوره ما طبيعيه. المبادره دي والله يعني في وقت وجيز جدا جمعت يعني كل اطياف المجتمع البحراوي. كل الناس بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الماديه والاجتماعيه وغيرها. في فتره وجيزه جدا بقى عدد الناس الموجودين في الجروب بتاع المبادره فات ال 200 او 200 وشوي يعني. انا بحييهم كلهم من هنا حقيقه، ويعني ما اعتقد انه زول قصدناه لبحر دي وبخل اصلا. يعني حتى الناس ال خارج البحر والناس قصدتهم في يعني لحوجه يعني محتاجينها في مشروع من المشروعات ابدا ما يعني ما خذلوا الناس يعني. يا سلام. المساحه الاخيره لك استاذ حسن في بعث رساله شكر وسلام ومحبه لاهل بحري. انا شاكر لقناه النيل الازرق وشاكر لكم انتم وشاكر لكل اهل بحري كلهم فردا فردا صراحه. انا يعني لكن في ناس دار اخصهم صراحه بالتحيه. اتفضل. بحيي اول حاجه اخواننا في بوكياس سلدور وبرضه اخواننا في شركه كوندير وفي منظومه الصناعات الدفاعيه واخواننا في ام تي ان، وشكر خاص لاخونا الاستاذ احمد عثمان همزه والي ولايه الخرطوم. حقيقه زول ده يوم العيد كان معنا في مستشفى بحري بيتابع سفط المويه. كذلك انا شاكر جدا لاخونا وزير الصحه المكلف دكتور محمود القايم واستاذ عوض حامد اللي هو واقف معنا صراحه يعني من ابناء بحري. نحن شاكرين له جدا وقفته معنا في المركز بتاع شباب بحري، وبنقول له نحن والله يعني لولا وجوده هو كان قبل ما يبقى وزير مكلف يعني اسهاماته كانت واضحه معنا في المركز. وكذلك شاكرين لاخواننا في هيئه الطرق والجسور والمصارف اخونا مختار عمر صابر. انا اقول يعني ده والله ده الشخص المناسب في المكان المناسب. نحن شاكرين له جدا. واخر حاجه كانت اضافه بالنسبه لنا معاه اللي هو افتتاح شارع مور يوم الثلاثاء الماضي يوم 31/1. نحن بالنسبه لنا عام 22 كان في بحري عام انجازات. نعتقد انه ربنا اكرمنا فيه بكثير جدا من الحاجات رغم الضنك والعيشه الصعبه والحياه اللي عايشينها الناس، لكن بتكاتف الناس وتجمعهم كانت بحري يعني اقول يعني بالمقدمة في الإنجازات. الحمد لله رب العالمين. أطيب التحية لكل الناس اللي أنت ذكرتهم وتحياتنا لك الأستاذ حسن سيد سيدون. أتمنى ما أكون نسيت زول لمبادرة ولا أغفلت حق زول، وشاكر جدا لكل الإعلام والإعلاميين. نحن كنا تنزلت برضو جاتنا قبل كده في حط خلية إن شاء الله. أنت قلت 2022 يعني كانت بالنسبة لكم فاتحة خير وأنجزتوا فيها كثير من الأشياء المهمة، إن شاء الله 2023 تكملة لكل الإنجازات اللي هي أنتم مخططين لها. كتر خيرك. الله يحفظك. وأنا أخوانا شاكر جدا نسيت ناس حامية بحري منطقة بحري العسكرية لهم التحية. لهم التحية أيضا كمان. الله يكرمكم. وصلنا لختام هذه الحلقة. شكرا كركساوي على الشراكة المستمرة، وشكرا مشاهدينا اللي رافقونا في مختلف مواضيع حلقة اليوم من مساء الاثنين. تحية لفريق عمل اليوم. نلتقي بإذن الله في الأسبوع المقبل. كونوا دوما بخير. إلى اللقاء. المحبة دائما مشاهدينا. نلتقي. إلى اللقاء. اكتب لي يا غالي الحروف، اكتب لي يا غالي الحروف، واحكي لي يا ما الدنيا نورة وفرحتها صارت بلاك غيمة شتا، احكي لي يا ما الدنيا نور وفرحتها صارت بلاك غيمة شتا، تمسك ضيوف وتجيب ضيوف
والشوق يدار بناتنا يحيي بهجتها اكتب لي يا غالي الحروب اكتب لي يا غالي الزول البعيد يا حليل لما توارقا خليته يمشي وفي العيون دمعات ألم دمعات عذاب يا سكة الزول البعيد حليل لما توارقا خليته يمشي وفي العيون دمعات ألم دمعات عذاب أتمنى وعده يكون حقيقة وعهده ما خدعة سلام أتمنى في لحظة محيب شال الصبر أتمنى في لحظة محيب شال الصبر لما الصبر في قلبه دا يرحل قطار يرحل قطار ويعود قطار ويصبح الليل الغريب طلع النهار ويجيني منك أنا بس قطار يا ريت تشوف انا كل
ما تنعس شموع بوقة شموع أريد تشوف أنا كل ما تنعس شموع بوقة شموع وأفضل أتوه عبر البلاد يا رب 200 وأكثر رجوع أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أنا غير حروفك أفقد الدنيا وأضيق